بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة قرينة السيد الرئيس، سيدات مصر العظيمات، حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم، أتوجه بتحية حب وإجلال لكل أمهات المصريين، فكل عام وكل أمة مصرية بخير، كل عام ومصرنا العزيزة في أمان وتقدم ورخاء. مع احتفالنا اليوم بعيد المرأة المصرية يكون قد مر عام كامل أو أكثر قليلاً على فترة استثنائية في عالمنا مع بداية جائحة كوفيد-19، عام كامل امتحن فيه جلد المرأة المصرية وثباتها، والمرأة إن هي امتحنت نجحت، فهي كعهدنا دائماً مع كل الأزمات التي وضعت فيها تحت الضغط، فإنها كانت لها ولها هذه هي اختصار لسلسلة طويلة من العطاءات المتجددة، متسلحة بإيمانها بدورها الوطني المشهود على مدار التاريخ، ومدعومة بثقة كبيرة من القيادة السياسية متمثلة في السيد رئيس الجمهورية، ومدركة عمق الاحتياج لها. في هذا الموقف الصعب شمرت عن ساعديها، فكانت الأم المعلمة والطبيبة المداوية والمسؤولة التي لا تبارح موقع عملها، كانت الناخبة التي تدرك أن الصوت أمانة والأمانات واجبة الأداء، فلم تتخلف عن المشاركة في الاستحقاقين الانتخابين لمجلسي الشورى والنواب، وكانت حاضرة وبقوة في مجال العمل الأهلي، تدعو المصريين للتكاتف الاجتماعي وتبدأ بنفسها، فكانت ما زالت حاضرة وصامدة في أعقد المشاكل وأحلك الظروف. وعندما نتحدث عن أزمة كوفيد-19 نجد أن المرأة كانت أكثر فئات المجتمع تأثراً، فحسب التقارير العالمية فإن النساء يشكلن نحو 70% ممن يعملون بالقطاع الصحي والاجتماعي، وهو ما يضع عليهن عبئاً في رعاية المرضى ويجعلهن أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، كما تأخذ المرأة على عاتقها دائماً عبء الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، وهو عبء تزايد في ظل الجائحة.